أنا كنت معاها قلبا لكني لم أشترك، لأن قريت المشهد من أوله وعرفت إن الإخوان هيركبوا وأنا ضدهم تماما، لأن أنا أعرفهم من وأنا عندي 19 سنة، فلم أخضع لهم. كنت ببوس راس الناس أقول لهم أرجوك وما تنتخبهمش، هاتوا شفيق ده بتاع بونبوني، لو نزلتوا له لو خمسة نزلوا له الشارع هيستقيل، لو ما مشيش عدل هيستقيل، إنما دول زي القرادة هيمسكوا مش هيطلعوا إلا بالدم. أريهم وفهمهم فلم أخضع فيهم. لكن ثورة 30 يونيو من قبلها رغم ان انا عايش في الخارج، جيت هنا عسكرت هنا، انت كنت شايفني قاعد هنا في بريطانيا وعندي بيزنس في الامارات واولادي عايشين في الامارات، لان ده انا دقه قديمه في التربيه، احب انهم يعيشوا في بلد اسلاميه وبلد عربيه. في ازمه سياسيه وفي ازمه اقتصاديه، والأزمة الاقتصادية طاحنة، لأن الكل بيتكلم سياسة وكل الناس سايبين الاقتصاد. لما بيجي سيرة الاقتصاد أو تطوير الاقتصاد بيمدوا إيديهم في الدرج ويجيبوا أي حلول قديمة ويحطوها، ما ينفعش، لازم يشتغلوا بآليات العصر اللي احنا عايشين فيه. الحلول القديمة والآليات القديمة ما تنفعش. يعني طبعا بيحز في نفسي لما كل ما تيجي مشكلة قدامهم يرموها للجيل اللي جاي بأنهم يحطوها على البطاقة، زي جات لهم مشكلة أزمة البوتاجاز يحط البوتاجاز على البطاقة، لو جات له أزمة بنزين هيحط البنزين على البطاقة، ما ينفعش الكلام ده. واجه المشكلة وحلها، وحل مشكلة البوتاجاز سهل جدا جدا، محتاج إرادة بس. الكلام ده في فرق بين الجاز الطبيعي والجاز اللي هو بتاع البوتاجاز، في فرق سعر رهيب رهيب، لان الغاز بتاع البوتاجاز ده غاز مضغوط عشان يبقى يتحول الى سائل، اتصرف عليه عشان يبقى كده. الغاز الطبيعي بيبقى جاي مباشره، لم يتم عمل عليه اي شيء، المساله هي عمليه كنترول على البايبات وعمل لها كل شويه محابس عشان الحوادث، بس بايبات ومحابس وجاي طبيعي. نصدر الغاز الطبيعي للغير ونستورد الغاز المسيل وندفع فرق بالملايين كل سنه عشان مش قادرين. الحل يا اساتذه سرعه توصيل الغاز الطبيعي للبيوت وبالاسلوب اللي هم ماشيين بيه على قديمه. في شركات بتوصل، يلا تمشي براحتها، ما ينفعش، ده خلاها منافسين، اضغط عليها. تعرف تضغط عليها ازاي؟ من بكره قرار سياسي، الجيش هيقول لهم انتوا يا شركات يلا كل واحد يمسك مدينه، والجيش هيمسك من مدينه من كل محافظه من دول يوصل فيه. شوف مين شوف اللي هيحصل، بينجز لانه هقول لحضرتك، الجيش كمؤسسه عنده ثلاث حاجات مهمين، انا بسميهم الثلاثه ميم، عنده نظام، عنده التزام، عنده احترام، وده كفيل بإنجاح أي مؤسسة لو عندها الثلاث حاجات دول. نظام يعني عنده سيستم ماشي بيه، التزام يعني ما دام وعد بينفذ وبيقول في التوقيت الفلاني يبقى في التوقيت الفلاني. وبعدين احترام، هتلاقي الصغير بيحترم الكبير والكبير بيحترم الصغير، ولا بيتناقشوا قبل القرار، بعد ما القرار اتعمل خلاص ما فيش مناقشة، نفذ، بيسمع لهم. اوعى تفتكر ان القياده العسكريه بيدي قراراته بس، لا ده بيسمع للي تحتيه، يعني قائد الكتيبه بيسمع لقواد الفصائل، قواد الفصائل ممكن يناقش شويه مع العساكر، لكن في النهايه اتخذ القرار انتهى، يبقى تنفيذ. دي مؤسسه ناجحه وبتشتغل في الاقتصاد، وده اللي بيسعدني. وكنت زعلان من الناس اللي يقول لك ايه ده دوله غير الدوله، عايزين نشوف ميزانيتهم، لا ده يحطوا الميزانيه في الدوله، ابعد عنهم، ما الروتين ضايع الدنيا. مؤسسة شغالة مظبوط زي الساعة، تك تك تك، اقتصاديا انا بتكلم من وجهة نظر الاقتصاد. عندهم مصانع اسمنت، عندهم مصانع تانية مشغلين فيها مدنيين، وعندهم مزارع اكتفاء ذاتي وزيادة فائض، وبعدين ميزانيتهم كافلين بيها، ما بيدوش ايدهم للدولة يقولوا ادونا، ده بالعكس بيحصل عندهم فائض وبيدوا الدولة. الحل بقى ايه بقى؟ كان ديفيد ما جابش سيرة الشرطة، يبقى اللي الجيش ما ياخدوش وهو فت ويصلح تاخده الشرطة، بس بشرط الشرطة تشتغل اقتصاد زي الجيش، تاخد أرض وتستزرعها. أيوة لا هي لا ده أنا عاوزها تعمل اكتفاء ذاتي بعد كده، ما تاخدش فلوس من الدولة، تعمل اكتفاء ذاتي، هي تأكل الناس اللي شغالين معاها، تنتج وتأكل نفسها، تصرف على نفسها. انت عندك برضه نفس الشيء، عندك نظام وعندك التزام وعندك احترام، لان دي عسكريه. دخل بقى المؤهلات وشغلهم، هيجي لك بتاع الزراعه، خد ارض صحراويه بجوار الارض بتاعت الجيش واستصلحها وانتج وازرع، يبقى ده كله بيحرك عجله الانتاج في مصر. القسم الثالث اللي هو المعفي بسبب فلات فوت ولا وحيد ولا غيره زائد البنات،
دول يدخلوا الخدمه الاجتماعيه، ودي تنقسم لقسمين، محو الامي البنات زائد اللي اعفى من الجيش او الشرطه، يبقى برضه في خدمه عسكريه، المساواه. اي المساواه، المساواه في الكل، ونعمل من اجل الوطن بدل ما نقعد في البيت. تمسك مثلا الخدمات اللي في النوادي؟ لا مش في النوادي، لا 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 لا، لا اقول لحضرتك، هي الخدمه الاجتماعيه تنقسم قسمين، خدمه خاصه بمحو الاميه، يبقى دول يبقى انا اديتها الياب دلوقتي، هيبقى معاهم رجاله برضو اللي هم اعفوا من الجيش، عمل محو الاميه اديتها الياب اهو، وهياخدوا راتبهم من التربيه والتعليم من وزاره التعليم. هي في النهايه اللي هتحمل الموضوع الدوله، بس انا بحدد له عشان ما اقولوش الدوله مين مين الشخص ده، فبقول له ده انت حضرتك طبعا كده المشكله يعني كبيره جدا. احنا عندنا يعني قطاع كبير من الشباب ما يسمى الاطرس، حركه 6 ابريل، كل الشباب ممكن يتم استغلالهم. وكان في نماذج من رموز ثوره 25 يناير، تعيين النواب لوزراء. طب تسمعني تسمعني اجاوبك؟ ما فيش اي اليات. تسمعني اجاوبك؟ تسمعني اجاوبك؟ ديت الناس اللي انت بتتكلم عليهم دول انفصلوا عن الوطن بسبب النظام اللي كان موجود. يعني على ايام انا لما كان في تجنيد انا مرتبط بالوطن، اسال اي حد اتجند هتلاقيه مرتبط بالوطن لانه اتعلم الوطنيه وتعلم العمل الجماعي وطلع من الجيش او من التجنيد، طلع بزمايل جداد ما يعرفهمش، اتعرف عليهم بقوا اصحابه. فده موضوع مهم جدا. فانا لو انا ده النتاج اللي انت شفته ده نتاج الفجوه اللي حصلت، فانا بداريها، مش هفضل ماشي على الفجوه دي. الاجيال الجديده الحقها. خلاص، هو احنا عيبنا في مصر ان واحد يقول جمله والناس تكررها وراه بدون تفكير. يعني نظام مبارك فاسد، فاسد، بس امتى كان فاسد؟ الراجل ده كان فاصل شحن العشر سنين الاخرانيين، عشان اقول لك الحقيقه، انا الكلام ده استقيته من ناس على مستوى هو من 2005. فكان ناس تانية شال ايده من الموضوع وبيلخصوا له الدوله في نص صفحه، يقول له السفير الروسي اتغير، يقول له ها، ورئيس الوزراء هيقابله، يقول له طيب، السفيره الامريكيه بعتت انذار لبورما، طيب ها طيب، بس اكنه بيقرا نشره الاخبار بس لا تتعدى نص صفحه بس. ده بماليزيا، ماليزيا دي ربنا رزقها بواحد بيحب ماليزيا، بيحب بلده، اسمه الدكتور مهاتير محمد. جه سنه 81 فكر ازاي البلد دي عباره عن 320,000 كيلومتر مربع، ايه الثروات بتاعتها؟ مطاط، ده من عند ربنا طالع من لوحده كده، زراعه المطاط، اناناس، موز، صيد السمك بس خلاص ولا حاجه تانية. 18 ديانه مختلفه نتيجه الاميجريشن، الناس اللي بتهاجر عنده وبيتخانقوا مع بعض، ده هم عددهم 14 مليون. حب يعمل فكره جديده، كان معجب جدا باليابان، عايز يعمل حاجه فقال لازم انا اروح فين، والجيلان واوروبا اروح فين؟ الكلام ده سنه 81. فحب يفكر في فكره جديده، تخيلوا لما حب يفكر يستوحي فكره جابها منين؟ من مصر، قرا تاريخ مصر، وهو اللي اعترف بكده لما كان في مكتبه اسكندريه. قعد يقرا في تاريخ مصر. لا هقول بس في كلمتين. زمان لما كانت امريكا واوروبا اقوياء اقتصاديا عملوا اختراع ظريف قوي عشان مصلحتهم. قالوا ايه؟ تحرير التجاره العالميه. الهدف منه ان احنا كدول قويه نخلي بقيه العالم سوق لينا. تحرير التجاره العالميه معناها ما تحطش جمارك، او حط جمارك لا تزيد عن 1-2%. لا انت مصر وقعت. مصر حاليا دلوقتي البضائع بتدخل عليك بجمارك 3% و2% و4% وكلام انت، لانك وقعت على بتاعت، فانت اصبحت سوق للاقوى. فالمهم انقلب السحر على الساحر. طبعا هم موقعين، فالصين ودول اسيا بتخش بدون جمارك على او بجمارك تافهه، فقدرت تسيطر على الاقتصاد. المهم هو العصر ده هو عصر الاقتصاد. اشتغل وانتج باسعار كويسه، بيع، هتبقى انت تمام. عندهم فائض مش عارفين يعملوا بيه ايه في ماليزيا، فائض من المال، والناس الثانيه عندها عجز في الميزان التجاري وميزان المال. ان انا عامل مشروع ان كل الناس هتشترك في تطوير اقتصاد مصر، الجيش يشترك، الشرطه تشترك، الشباب الخارجين يشتركوا، كله مصر كلها تشترك، الشعب كله يشترك. طبعا طبعا،